بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم النهاردة فكرة، يعني هي جات لي كده بالصدفة. أنا كان عندي البراد ده فخار، وقع اتكسر، اتكسر نصين، لحمته بالغيرة، ادي الكسرة اهو كده، بس كويس ان هو اتكسر نصين بس اهو، وطبعا باين الجرح هنا اهو، فاتكسر نصين والايد اتكسرت تلات اجزاء. لحمت بالغيرة وحطيتها مكانها زي ما هي اهي، طبعا الكسر باين قوي، بس انا قلت اجرب الاول اللحام بالغيرة قبل ما اشتغل، فالحمد لله لزق، وطبعا خلاص مش هيستخدم، والغطا مفيش، ففكرت هعمل له غطا بغطا بلاستيك، هحطه وفل كانت عندي بالشكل ده كده، هضيفها تبقى الايد بتاع الغطا. تمام، ادي الفكره بتاعت النهارده، وعشان اكملها هعمل طبق وهشتغل بورقه المنديل دي. تمام، نمشي خطوه خطوه بقى. دلوقتي اول حاجه هعملها همسك ألزقها، هيبقى بالشكل ده الايد بتاع الغطا. بعد ما ألزقها عندي ورق فويل مجهزاه ومكرمشاه، هغلف بيه بحيث انه يمسك لي الغطا بالبلاستيك مع بعض، وفي نفس الوقت هاخد جزء منه هغلف بيه اليد بتاع البراد. طبعا ده محتاج غيره، طب ليه انا هغلف ايد البراد هو ممكن بالفويل، ممكن بورق مثلا جرايد، ممكن بورق مناديل، باي حاجه، بحيث ايه يمسك لي التلات اجزاء اللي اتكسروا في بعض، ولو انا مسكت ايد البراد ما تفكش مني او تتخلع مني، يبقى حماية برضو، لان انا مش ضامنة طبعا الغيرة اللي انا حطيته يكون قوي لدرجة ان هو يمسك البراد، اليد في البراد. بالشكل ده ممكن مثلا ايه، طبعا هيتلون مش هسيبه كده، بس ضمان بس انه هو يكون مسك الأجزاء في بعض. واشيل الزيادة كلها، ايه بقى دي أول خطوة. طبعا كل ده أنا مش عايزاه، انا عايزه الشكل اللي يجي على الايد بس. يبقى انا كده حميت التلات اجزاء اللي اتكسروا مني ولزقتهم في قلب بعض، هسيبه ينشف وهعمل نفس الفكره دي على
الغطا. هو طبعا دي الفكرة اللي جات لي وقتها، يعني انا ممكن اي حد يعمل افكار تانية لو لا قدر الله حصل نفس الغلطة دي عندكو في براد، ممكن اي فكرة. بقى انا الفكرة اللي جات لي ان انا اعمله بغطا بلاستيك، غطا اي برطمان موجود عندي. ممكن قوي بعجينة الورق نعمل شكل الغطا. هي الافكار كتير، بس اللي يعمل بقى يجيله الفكرة وقتها ويعملها. بعد ما حطيت البلاستيك الغراء، شايفين بلزق ازاي؟ بضغط بحيث انه يمسك الغرق، يمسك لي على طبعا الزيادة دي كلها هقصها. كده لزقته خالص من جميع النواحي اهو، فمسكت ده في ده. هعمل برضو من جوه، اغلفه برضو عشان يبقى سهل عليا كمان لما اجي الون، يبقى كله اتلون مع بعض. وفي نفس الوقت هلون البراد. انا كونت لون، كونت ازاي؟ نفس اللون بتاع الطبق. الطبق اصله مش ابيض، ابيض مدي سن على كافيه كده، فكونت نفس اللون. ازاي كونته؟ عملت ابيض، حطيت عليه نقطة اصفر ونقطة بني، وقلبت كويس قوي، اداني نفس درجة الطبق بالظبط. فهو ده اللي انا هدهن بيه البراد عشان يبقى نفس لون الطبق لما اجي اشتغل مع بعض. وفي نفس الوقت الحلو ان هو فاتح، فالمناديل اللي هشتغل بيها هتبان بلونها. فقبل ما ادق طبعا او بالسفنجة هبتدي. بعد ما نشف هبتدي ازينه. قطعت المنديل اجزاء منه، الاجزاء اللي هي الصغيره، وهبتدي الزق بالتكنيك العادي بتاعنا خالص اللي هو بالورنيش. طبعا بنشيل الورق الابيض وبنلزق الورق الملون بس. انا قصيت دي وقصيت دي، اللي هما الصغيرين، واخدت الزخرفة برضو احتمال تنفع. فهبتدي الزق. ممكن نفصل دي علشان الدوران تديني براح يعني ايه، تتلزق بشكل مريح اكتر. الشكل ده هبتدي الزق، احط بس شوية كده غيرة عشان اثبت الصورة. وبعدين الزق من بره.
بخلص اللزق نفس الطريقة دي من جوه لبره كده. واسيبها تنشف واخلص الباقي الجناب الباقية. ونرجع نشوف ازاي. وهاجي على الغطاء اهو اتعمل. هزينه هو كمان برضو باجزاء مثلا من على الحرف كده. واطلعها على فوق. وكله باللزق الورنيش. ورقة الزخرفة دي شكلها ظريف. ممكن قوي اعملها كده. والزقها. بالشكل ده. هخلص تلزيق وتظبيط ونرجع نشوف عملنا ايه. خلصت ده. حطيت اخضر اكتر. وناحية واحدة بس حرف وردة. جيت على الغطا عملت ايه؟ اخدت ذهبي حطيت عليه سنة اخضر اداني الدرجة دي. اخدت منها ودهنت دهنت الغطا من فوق الايد وطلع نفس درجة الاخضر اللي موجود في ورق الشجر. تمام؟ هاجي في نفس الفكرة دلوقتي. انا خلصت هنا اهو كده. هي مش باينة قوي اهو. وحطيت الزخرفة على البوز بتاعه بالشكل ده. هاجي على الايد هعمل نفس اللي عملته على الغطا عشان يبقوا مع بعض نفس اللون. وطبعا هفنش بقى واسيبه ينشف خالص. وبعدين احط طبقة ورنيش وتنشف واحط طبقة تانية. وبعدين ارش سبراي شفاف. وده يبقى كده الفينش بتاع الطقم بتاعي. بس حبيت بس ايه قبل ما ينشف الحاجة واوريكم الشكل. واسيبه بقى ينشف براحته خالص ونبتدي نشوف الشكل النهائي للعمل بعد ما ادهن الايد وادهن مش هدهن حاجة تاني. هدهن بس الورنيش الشفاف المائي وبعدين الشفاف اهو. تمام؟ يخلص بقى وافنش ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض او الشكل النهائي ليه. كده الشكل النهائي للطقم. اتمنى يا رب يكون الفكرة عجبتكم. ونصيحة بلاش ترموا حاجة. كل حاجة بتبوظ مننا ممكن نطلع منها فكرة نطلع منها عمل فني جميل. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. انا دلوقتي البراد اتكسر ما رميتوش. عملت بيه شكل جمالي ممكن يتزين بيه اي قطعة في البيت. ممكن قوي على السفرة ممكن في المطبخ. ادي الشكل الطبق. والبراد البراد هوريكم بقى من الناحيتين. ادي كده. وطبعا الغطا غطا برطمان في الاول. يعني ما تعبتش في حاجة. ما عملتش دورت بس فكرت. مجرد ما احنا نفكر هنطلع بنتيجة حلوة ان شاء الله. وطبعا الفول زي ما قلتلكو يمسك التلات قطع اللي اتكسروا في الدراع مع بعض في ايد البراد. دي النتيجة بتاعتي. انا عن نفسي معجبة جدا بالفكرة ومعجبة جدا بالشغل. وده شيء طبعا اكيد. بس اتمنى طبعا يكون عجبكم انتوا الاول. ومستنية ارائكم باذن الله. والى اللقاء.